بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا من جديد في قناة سهولة النحل تي في. بسم الله. أنتم الإخوة الكرام، سبق لي في إحدى الحلقات في إحدى الدروس أن تكلمت لكم على سلامة الصندوق وسلامة النحل باش بالنظافة. قلت لكم أن نظافة الخلية لسلامة النحل وسلامة الصندوق، وتشوفوا يعني ما شاء الله سبحان الله دودة ديال الشمع والقدرة اللي يعطاها الله عز وجل باش تخرب هاد الخلية، يعني عندها القدرة ما شاء الله باش تخرب الخلية. شوف ما شاء الله، هذا السبب ديالو شنو هو؟ هي عدم العناية، عدم العناية بالصندوق. شتي سبحان الله كيفاش خربات الصندوق، دود مليح. الصندوق كان على 6 الإطارات، شوف الصندوق ديال إحدى الإخوة مشيت نزورو، فإذا بي كان وجد النحل عنده هكذا. الملكة معها شوية ديال النحل، السبب شنو هو؟ أنت شوف الصندوق من تحت كيفاش مخرب. دابا شنو خصو يدير هاد الباتي؟ هذا كله خصو يتحيد، ما تبقى حتى باتيه هنا، ويتنقى الصندوق تماما. وإلا عندك شي صندوق اخر من الاحسن دير له صندوق اخر، وهذا تخليه في الشمس وفي النظافه. وهاد الاطارات هادو لا يتحيدوا، بعد ما تنقيهم بشويه بيدك عديهم للفريكو. قضيتي على دوده الشمع، يبقى لك الباتي. الباتي اللي هو خدام، اللي ما بقاش خدام راه ما بقاش خدام، هذا ما بقاش خدام، صافي. هذا هو اللي غتحافظ عليه، تحيد هذا الشمع كله، غتحيدو وتخلي الاطار وحديته، تخلي غير الخشب. هذا غيتنقى، هذا ما يبقاش هادشي، هذا غادي يتنقى ما يبقاش هادشي، والنحل غادي يكمل عليه ويخدمه. دابا الصندوق على الجناح، مادام النحل فيه قليل خلينا له واحد عسل، واحد حبوب لقاح، واحد حضانة مغلقة. مغلقة يعني كتفقس، ماشي يعني باقي ما تفقس، لان ما عندهاش هي النحل اللي غادي يحضن، ما عندهاش النحل اللي غادي يحضن. كاين طرق اخرى، ولكن اقتصرنا في هذا الدرس هذا على هذه العملية. حضانة مغلقة كتفقس، هي ما عندهاش النحل اللي غادي يحضن ولا غادي يقابل داك، يقابل داك النحل اللي باقي له 3 ايام ولا 4 ايام عاد يفقس. لا، كتفقس واقفه على الفقس، باش اللي خرجت غتغدي الملكه وتخدم المهام ديال الخليه، لان يعني اليرقات هما اللي كينظفوا الخليه، وهما اللي كياكلوا الملكه، كيغذيو الملكه، هما اللي كيقوموا بمهام ديال الخليه وسط الصندوق. هادشي علاش حنا عطيناها العسل، لانها ما عندهاش قدره باش تجيب العسل، وعطيناها حبوب اللقاح ما عندهاش اللي يجيب لها حبوب اللقاح، وعند اللي غادي يعني بطبيعه الحال على حسب البيض، وما عندهاش يعني الحضانه، وما عندهاش النحل، ما عندهاش اليرقات اللي يخدموا عليها وسط وسط الخليه. هذا هو العمل. بقى لنا يعني كيفاش غادي ننظفوا الاطارات اللي تخربوا. الاطارات اللي تخربوا، اما انك توضعهم تحت شي شجره اللي يعني موجهه للشمس باش النحل
يجي ياكل داك الحبوب اللقاح واثار ديال يعني العمل ديال النحل، يعني بقايا العسل وبقايا حبوب اللقاح والشمع، انه غادي يتغدى وياخذ منه هو والاخوه ديالو كل شيء، جميع النحل قريب وبعيد كل شيء ياخذ النحل، ياخذ من داك الاطارات يتغدى عليه وكل شيء. على اي حال هذه طريقه، او انك توضع الاطارات اللي هما مخربين بعد ما تنقيهم بيديك قليل شويه، بعد كي تحيد داك الاوساخ اللي هي كثيره وتوضعهم في الفريجيدير. التقدد الشمع مهم بطبيعه الحال، توضع الاطارات اليوم على الغد غادي ترفعهم بعد ما تكون وضعتيهم في شي كيس باش داك الدوده ما تطيحش في الفريجيدير اللي كانت فريجيدير ديال المنزل، الدود ما يتساقطش في الفريجيدير. هادشي اللي كاين. وكيفاش نعالجو وكيفاش غنعالجو هاد الخليه، يعني العلاج، يعني هذيك الرائحه اللي باقا في النحل، والنحل ربما يكون مقبل على مرض، غادي نديرو له الثوم. الثوم ندقوا الثوم، واحد الفصه ديال الثوم وحيده، رويس ديال الثومه مع قليل من العسل، باش دير الرائحه في الخليه ديال الثوم، والعسل يتناول عليه النحل ويكون فيه الثوم باش يتقوى، كذلك الملكه تقوى شويه، يعني تقريبا ملعقه صغيره من العسل مع واحد الفصه ديال الثوم دق معها وتوضعوا له فوق الاطارات. هذا ما كان خوتي الكرام، هذا اللي وفيناكم به اليوم على وجه السرعه، وجدنا هذه الحاله فدناكم بها، نطلب الله يوفقنا ويوفقكم ووفق جميع المسلمين، وتبارك الله عليكم خوتي الكرام.